السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية. بعد خلاف دام لسنوات، لقاء سري يجمع رئيس مجلس الدولة خالد المشري وعقيلة صالح بالمغرب. وفق التسريبات الصحفية، أهم ما نوقش في خلال أو خلال هذا اللقاء هو الإطاحة برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة وإيجاد موعد للاستفتاء على الدستور. هذا اللقاء يأتي بعد تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعدم تحديد موعد قريب بشأنها، ومحاولة الأطراف الدولية والمحلية الفاعلة في إيجاد موعد قريب يتوافق عليه الجميع. هذا اللقاء وخفاياه وتداعياته وتأثيره على موعد الانتخابات ما سنناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. بعدما احتدم الخلاف بين مجلسي الدولة والنواب لسنوات، وأعرب عقيلة صالح وخالد المشري عن عدم رغبة كل منهما في لقاء الآخر، تأتي الرياح من المغرب تحمل أخباراً عن لقاء سري جمع المشري وعقيلة، بالإضافة إلى بالقاسم ابن المجرم حفتر بالرباط، للإطاحة برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، وفق ما ذكرت مجلة جون أفريك الفرنسية المختصة في الشأن الاستخباراتي. وأضافت الصحيفة أن اللقاء كان مدفوعاً بالإرادة المشتركة لهؤلاء لإقالة دبيبة، مؤكدة أن الإجماع على إجراء الانتخابات لم يعد سارياً لديهم. ووفق ما يرى مراقبون للمشهد، فإن اجتماع هؤلاء الأطراف بالمغرب يأتي في إطار المصالح المشتركة لضمان بقاء المجلسين في المشهد السياسي لمدة أطول، والتفاهم على تقاسم السلطة من بينها المناصب السيادية للدولة. وتباينت الآراء والتصريحات حول لقاء المشري وعقيلة بين معارض للقاء ككل ومؤيد للملفات التي نوقشت خلال الاجتماع. من ذلك تصريح الناطق باسم مجلس الدولة محمد عبد الناصر أن أي لقاء يجري بشكل غير رسمي بين المشري وعقيلة يعد غير لازم للمجلس. في غضون ذلك، تجري المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز عدداً من اللقاءات مع أعضاء المجلسين، مؤكدة أن هدفها الآن هو التركيز على المسار الدستوري لإنهاء المراحل الانتقالية. وفي ظل هذه المستجدات، أصبح طريق التوجه نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضبابية، خاصة في ظل عدم إعلان موعد مرتقب يلوح في الأفق. أهلا بكم مرة أخرى. عنوان حلقة الليلة من هذه التغطية: لقاء المغرب تسوية سياسية أم إقصاء للخصوم؟ معي في هذه الحلقة هنا في الاستوديو الأستاذ صلاح البكوش المحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ صلاح. ومعي من استوديوهاتنا في مصر الأستاذ سليمان زوبي عضو المجلس الأعلى للدولة. أرحب بك أستاذ سليمان. وقد ينضم إلي لاحقا ضيوف آخرون. أبدأ معك أستاذ صلاح. هنا جون أفريك، هذه الصحيفة الفرنسية سربت حيثيات اللقاء الذي جرى بين المشري وعقيلة، وكان على رأسه الإطاحة برئيس الحكومة دبيبة وربما بكامل الحكومة. يعني كيف قرأت هذا اللقاء وكيف تقرأ تبعات هذا اللقاء؟ أعتقد أن معظم القراءات و المتابعين للشأن الليبي يعتقدون بأن الآن مجلس الدولة ومجلس النواب أو عقيلة صالح و خالد المشري باستثناء بعض الأعضاء في المجلسين وصلوا إلى قناعة الآن. كان الأول في البداية كان الهدف هو كما قال بشاغة أن الساعة 12 في الليل يوم 23 ديسمبر تسقط هذه الحكومة وما إلى ذلك. الآن الضغوط الدولية وكانت واضحة، والقرار الدولي من الدول الخمس، من بريطانيا، من الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ومن جوزيف بوريل المسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنه لن يعترفوا بأي حكومة في الآن إلى أن تنتهي المرحلة
التمهيدية والتي تنتهي حسب خارطة الطريق في شهر 6. الآن بما أن عقيلة صالح وخالد المشري ومعهم الآن حافتر وبشاغة ومعتيق والشلة الأخرى قرروا أن أفضل طريقة الآن هي العمل على تشكيل حكومة بعد انتهاء المرحلة التمهيدية، ولكن السؤال كان ما الذي سنقوم به الآن والمجتمع الدولي يدفع بانتخابات قبل انتهاء المرحلة التمهيدية؟ فخرجوا بهذه الفكرة العبقرية وهي أن نقول للشعب سنعمل على الدستور، تفعيل الدستور، على تفعيل الدستور. ولذلك ذهبوا هناك إلى بوزنيقة، وأعتقد أن الحكومة المغربية أيضا هناك أخبار قالت لهم أبحثوا في القضية الدستورية وما إلى ذلك، ولكن لا تبحثوا في قصة استبدال الحكومة من بش مشاكل. فهم الآن يتحدثون عن المناصب السيادية ويتحدثون عن عملية دستورية، نحن نعرف أنها سوف لن تأتي بشيء، ولكن الهدف هو إضاعة الوقت حتى شهر 6، وبالتالي يقولون انتهت الفترة التمهيدية، الآن علينا أن نخرج بحكومة، والغطاء لهذه الحكومة هو أنها حكومة مصالحة وطنية هذه المرة بما أن يشارك فيها حفتر وبشاغة والبقية. نعم أستاذ سليمان، أرحب بك في هذه التغطية. يعني أستاذ سليمان، لازالت هناك أو لازال هناك تكتم لمجريات اللقاء بين المشري وعقيلة، وبصفتك عضو في مجلس الأعلى للدولة، هل كشف لكم أو عرض عليكم أهم ما نوقش في هذا اللقاء، وما موقفكم كعضو في مجلس الأعلى للدولة من هذا اللقاء بين عقيلة والمشري؟ أولا شكرا على الاستضافة، وشكرا على هذا السؤال. نعم. الجلسة الماضية كان اللي كان لتم في الجلسة الماضية هو أن السيد المشري أطلعنا على تفاصيل هذا اللقاء وكيف تم هذا اللقاء وكيف برمجة هذا اللقاء. طبعا الكلام اللي قالته أخويا اللي في جنب بغدادي، كلام هذا فيه شوية تجاوزات، يعني مع احترامي وتقديري. أولا وقبل كل شيء، نحن المشري يتحدث بلسان المجلس الأعلى للدولة. المجلس الأعلى للدولة يبي انتخابات مبنية على أساس دستوري. ليش على أساس دستوري؟ لأن الدستور أول وحدة يعطي غطاء قانوني لمخرجات هذه الانتخابات، هذه رقم واحد. رقم اثنين، يحدد الدستور من اللي يستحق الانتخاب ومن اللي ما يستحقش الانتخاب، وكيف الشروط الناخب وشروط المترشح وما إلى ذلك. بعدين إذا تكون وصار مخرجات من هذا الانتخاب يبين شنن الوظائف والاختصاصات بتاع كل واحد. فنحن كان من البداية عمرنا في المجلس الأعلى للدولة لا يمكن أن نجو ضد الانتخابات أو عندها أغراض أخرى، نبوا الانتخابات مبنية على أساس دستوري. لما تكون مبنية على أساس دستوري تكون مخرجاتها مقبولة من الجميع، ما يهمناش من نجيب. احنا اللي يهمنا حاجة واحدة بس، يهمنا أنها تكون انتخابات نظيفة شريفة، ما فيهاش تزوير، ما فيهاش أصوات، ما فيهاش ضغط عسكري ولا تخويف، وتطلع احنا اللي تخرج هذه وتفرز هذه الانتخابات، هذا الانسان يكون يعني تاج روسنا كلنا. سليمان، طيب هذا عفوا سليمان، حتى لا مش هذا الهدف. لا لكن وفق التسريبات ان الموضوع الاهم كان هو وفق التسريبات الصحفيه، طبعا نحن نتحدث على ما ورد في هذه التسريبات الصحفيه، ان الموضوع المهم هو الإطاحة بحكومة بيه. خليني نكملها. فيما يتعلق بعملية اسمع، فيما يتعلق بعملية أن دبيبة أن هذا كان من السيد رئيس مجلس النواب، هو اللي كان عنده رغبة في هذا الأمر. هذا حتى السيد المشري قالها لنا علنا، ما بدأش علينا. لكن إحنا في المجلس الأعلى للدولة نحن قاعدين على مبادئ فبراير، نبو دولة حديثة مبنية على أسس قانونية وعلى دستور ثابت وعلى تداول سلمي للسلطة وعلى انتخابات شريفة نزيهة ما فيها شيء، وما زلنا فيها إلى عند بكرة. طيب. هذا الكلام اللي حصل. تمام. اللي حصل إن السيد المشري شرح جميع الكلام اللي صار بما في ذلك، قال لنا طبعا احنا بالعكس احنا ما عندناش يعني اي حاجه ضد دبيبه بالنسبه للمجلس انه يحول ولا ما يحول.
هذه مرحله معينه، لكن احنا نبوا الانتخابات تفرز رئيس، تفرز رئيس الدوله وتفرز مجلس السلطه التشريعيه بمجلسيها بغرفه مجلس شيوخ ومجلس نواب. نعم. وهم هذه ما بعدين هم اللي يتولوا. طيب. حسب الدستور يتولوا هم افراز الحكومه الجديده والاستمرار. طيب. في الحكم وفقا للدستور. طيب. وهذا هو اللي موجود، وفي هذا اللي موجود حتى في خط الطريق. طيب استاذ صلاح، لنفترض بان بالفعل الذي تم مناقشته وتفعيل المسار الدستوري والاستفتاء على الدستور من خلال المعطيات السابقه في الاعتداءات السابقه من حفتر، هل تعتقد بان الطرف هؤلاء او هذين الطرفين بالاضافه لمجرم الحرب سيتوافقون بالفعل على دستور للتصويت عليه؟ شوف، اولا دعني اوضح شيء. السيد المحترم سليمان زوبي والذي يكن له يعني احترام كبير و إيمان بقدراته وتباتى على مبادئ فبراير، عندما يقول نحن في مجلس الدولة على مبادئ فبراير، أنا لا أعتقد أن هذه الجملة صحيحة. أنا أؤمن تماما بأن السيد سليمان زوبي على مبادئ فبراير ولن يحيد على مبادئ فبراير، ولكن مجلس الدولة ككل ليس على مبادئ فبراير والجميع يعرف ذلك. وإذا أردنا أن نتحدث عن مجلس الدولة الذي هو على مبادئ فبراير، هو الذي سمح لرئيسه باللقاء مع حفتر في باريس، وهو الذي سمح لرئيسه باللقاء مع حفتر في باليرمو، وهو الذي سمح لرئيسه بتقاسم المناصب السيادية في بوزنيقة على أساس جهوي، باش تكون محافظ المركزي ضروري تكون برقاوي، وباش تكون رئيس محكمة ضروري تكون فزاني. هذه هي مبادئ فبراير؟ بالطبع لا، وأعتقد أن السيد زوبي يعرف ذلك. القضية هي ليش نحن كليبيين علينا أن نثق في هذين المجلسين؟ نعم، نحن نفضل أن يكون لدينا دستور. الهند طلعت دستورها في 3 سنين، أمريكا طلعت دستورها في 130 يوم ولا 120 يوم. نبوا دستور، ولكن ما هي التجربة مع هذين المجلسين التي نستطيع أن نركن لها ونثق في أن هذين المجلسين سيخرجان بدستور؟ في النهاية يا سيد زوبي، الدستور عند مجلسكم ومجلس النواب منذ 2017 ما درتوا شيء فيه. خارطة الطريق الحالية أعطت مجلس النواب ومجلس الدولة فرصة لإنشاء قاعدة دستورية وقوانين انتخابية، فشلتم في ذلك. توا جايين لليبيين وتقول لهم المرة هذه حنديروها مزبوطة. الليبيون يريدونكم أن تخرجوا من المشهد و إجراء انتخابات نيابية، ومن ثم جسم جديد وشرعي ويتحصل على مشروعية أيضا يستطيع أن يتعامل مع القضية الدستورية. نحن ليس لدينا أي ثقة في أن هذين المجلسين بقيادة المشري وعقيلة صالح سيتفاهمان على أي شيء. القضية هي أننا سننتهي من الفترة التمهيدية في شهر 6، وسوف لن يكون هناك تفاهم على الدستور، وأعتقد أن الجميع يعرف. نعم. ذلك سيستمان، حتى لا نحول اللقاء إلى رد ورد آخر، الآن أريد أن أسألك عن هذا اللقاء. يعني إن كان سيد المشري وضح لكم ما جرى في هذا اللقاء، طيب لماذا هذا التكتم؟ يعني ماذا لا يعرض على الشعب ما الذي جرى بالضبط؟ يعني خاصة أن هذا اللقاء على حسب التسريبات سيتبعه عدد من الاجتماعات الأخرى، لماذا لا ينفي السيد المشري أو المتحدث باسم مجلس الدولة ما يقال بأن الهدف من هذا اللقاء هو الإطاحة بدبيبة وليس التوافق على قاعدة دستورية أو على تفعيل الدستور أو على الاستفتاء على الدستور؟ أنا نحكي لك
باللي حصل بالضبط. أنا أحكي لك باللي حصل بالضبط في المجلس. أولا الجلسة كانت علنية والجلسة مسجلة، والجلسة مسجلة والإعلاميين موجودين في الجلسة، والجلسة مصورة ومسجلة. إذا كان انشروها وما انشروهاش أنا ما نعرفش هذا الكلام، لكن أنا خليني نرد على الأستاذ الفاضل. نحن في مجلس، أولا وقبل كل شيء نحن في مجلس الدولة والله العظيم فادين منا. أنا بروحي مقدم طلب للتقاعد لي تو أكثر من 6 شهور ولا سنة. إحنا مش هدفنا أن البقاء، إحنا هدفنا أن الدولة الليبية الجديدة تقوم على أساس دستوري، وبعدين الانتخابات إذا لم تكون على أساس دستوري، ونحن أفضل ماش أفضل شيء موجود عندنا الآن هو هذه النسخة الدستورية اللي اللي اللي, اللي توصلها اللي توصلوا لها أولادنا. هذه اللجنة، هذه حتى 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 عقيلة حقيقة ذكر أن في بعض المواد بيعدلهن. إحنا نرفض رفضا قاطعا أي مساس بهذا الدستور، نرفض أي مساس بهذا الدستور مطلقا. إحنا نبو دستور قائم تقوم عليه انتخابات وأساسية دستورية، ويقوم عليه سلطة تشريعية من مجلسين من غرفتين، ويقوم عليه رئاسة منتخبة. ونحن ما يهمناش من ينتخب الشعب الليبي، نحن يهمنا موافقة الشعب الليبي على أي شخص، وأي شخص ينتخب هو تجروسنا، لأن نحن نبو تداول سلمي للسلطة. هل أستاذ سليمان هل هل من هذا اللي ينصر هذا؟ طيب هل من هل اللي قال للأستاذ عفوا، هل مما قاله المشري في المجلس الأعلى للدولة أن بلقاسم حفتر كان حاضر أيضا هذا اللقاء؟ احنا ما كان احنا ما عندناش علم من هذا. أنا شخصيا ما عنديش علم من أن بلقاسم يعني ولا كان حاضر مع بعض خلال. هو قال أنه اجتمع مع اللي حكينا عليه، حكينا أنه مجتمع مع السيد رئيس مجلس النواب. هذا الكلام اللي تمام، ما طيب. سمعناش كلام غيرك. طيب إذا كان سمعنا كلام غيرك يمكن كان موقفنا يقبل. تمام هذا اللي حصل. طيب هذا اللي حصل. طيب أعود إليك سليمان، سنعود إليك سأعود إليك. راهو في حاجة نقول لك حاجة أخرى. نحن غير سمعنا المشري قال انه هو مستعد يقابل اي شخص ومستعد يمشي لاي مكان في سبيل المصلحه العامه للدوله وفي سبيل تفادي اي حرب او اي دماء. طيب ساعود اليك استاذ سليمان، ساعود اليك. المشري قال كما قال مستعد بانه يلاقي اي شخص، وعند بعد لقاء بشغى بمجرم الحرب حفتر سال الله الثبات. المشري يعني بعد يعني ما هي الضغوطات التي مورست على المشري حتى يعني يتنازل عن هذا الثبات؟ شوف المشري يعرفه أعضاء مجلس الدولة، ويعرفه أهالي الزاوية، ويعرفه الآن الشعب الليبي. ليس هناك قضية أن سألتقي مع أي شخص لمصلحة ليبيا. الأحرى به أن يقول سألتقي مع أي شخص إذا كانت هناك صفقة أستطيع أن أقبلها. هذا هو تاريخ المشري. شوف أن أنا مستغرب أن السيد الزوبي يتحدث بأن ونحن في مجلس الدولة، ونحن في مجلس الدولة معظم أعضاء مجلس الدولة وكلين عيش يا سيد زوبي. يعني عندما يذهب شخصيات في السبعينات ولهم تاريخ سياسي طويل ويقبلون أن يذهبوا إلى تركيا في دورة لمدة أسبوعين لتطوير مهاراتهم السياسية لكي يتلقوا محاضرات من شخص تخرج في 2005 سنين فاتت، هذه المحاولة من المشري لشراء أصوات داخل المجلس ونحن نعرف ذلك. من الذي تحدث في المجلس حول تقسيم المناصب السيادية بطريقة جهوية؟ من الذي تحدث ضد اعتراف المشري بحفتر والجلوس معه وحفتر جاي لملتقى في باريس بوفد مستقل وذهب إلى باليرمو بوفد مستقل وجلس معه المشري؟ هل نقول بأن مجلس الدولة قبل أن يجلس مع حفتر ند للند كل بوفده في باريس وفي باليرمو؟ هل هذا هو موقف مجلس الدولة؟ وبعدين تو ماشي عقيلة قال أنا مرشح، ماشي له بأي صفة؟
الليبيين عارفين المشكلة، وقصة إن نعم. إن مجلس الدولة والمشري مجرد يبوا شنو اسمه ما هو في مصلحة الوطن وما إلى ذلك، لندعو مجلس النواب ومجلس الدولة أعضائهم للتنازل عن مرتباتهم. خلاص ورونا تو الوطنية متاعكم. طيب فأنا أريد لهذا النقاش أن يكون عملي، وأن نتخلى عن محاولة تسويق أن مجلس الدولة والمشري وطني وما إلى ذلك ولا يريدون سوى مصلحة الوطن. هذا لا ينطلي على الشعب الليبي. سيد صلاح، أنا سأعطي سيد سليمان يعني فرصة بس للرد، لكن دعونا من هذه الردود. سيد سليمان، يعني لو عندك توضيح فقط في رد لي على السيد صلاح، أرجوك بس في باختصار حتى نعود لموضوع الحلقة. يا سيدي الكريم، نعم، أولا وقبل كل شيء الاتهامات اللي يطيل فيها السيد اللي جالس في جنبك هذا، أنا مانيش عارف هذين غير منين يجيب فيه. أنا عضو في مجلس الأعلى للدولة، ما عنديش منها العلم. أنا نعرف ما عنديش منها العلم. الراجل حكى وقال ان عدى اجتماع في المغرب، وقال على ان هو اجتماع معاه، وقال على ان السيد رئيس المجلس النواب رافض رفضا قاطعا ان السيد الدبيبه يترشح للرئاسه وفي نفس الوقت يقعد رئيس وزاره. هذا الكلام اللي وصلنا احنا في الجلسه، وهذا الكلام اللي انا سمعته من المشري. لكن اذا كان في خلفيات اخرى احنا في المجلس ما نعلموش عليه، ما نحاسبوش عليه. وبعدين نقول لكم حاجه اخرى، راهي والله قسما بالله العلي العظيم القعده هذه الواحد يتحمل من الناس، يعني ان احنا مش قادرين نديروا شيء ومتحملين الملامه من الناس. انا بروحي مقدم طلب تقاعد تولي كم شهر وما زال ما 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 انتهاش. نعم. العمل اللي نحن متمسكين به ان ليبيا تبقى تقوم على اساس دستوري. هذا لابد منه، لان اذا كان ما فيش دستور ما فيش حقوق، ما فيش حريات، ما فيش. وبعدين الحقوق، الدستور اللي موجود هذا من اروع الدساتير، النصوص اللي موجودات فيها انا درستها من اروع النصوص، ونبي نستجدي جميع المواطنين الليبيين يوافقوا عليه بكلمه نعم. لا هو استاذ سليمان، حتى استاذ سليمان، حتى يا استاذ سليمان، بما في ذلك طيب طيب، لكن 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 نعرف يا استاذ سليمان الحيوانات بتاعت البيئه وما الى ذلك استاذ سليمان، ولكن نعم، ولكن نعرف ان اشد المعارضين لهذا الدستور هو عقيلة صالح، وبدخل في حفتر، لأن في بعض المواد ربما لا تتماشى مع حفتر، وبالتالي هو معارض له. يعني هل بالإمكان مع هذه المعارضة أن بالفعل طيب هل بالإمكان في ظل هذه المعطيات أن يتم التوافق على هذا الدستور الذي هو في نظر عقيلة ونظر حفتر معيب، ولا يمكنه حفتر من الترشح للرئاسة؟ هذا سؤال أول. سؤال ثاني، إذا كان عقيلة على ما ذكر المشري معترض على، خلينا نجاوبك على السؤال الأول. طيب نجاوبك عليه. طيب نجاوبك على السؤال. المشري قال أن عقيلة، سيد عقيلة يبي يتعدى المادة اللي تتعلق بأن الشريعة، ومش كل الشريعة، يعني أنا بتقول كل الشروط والقوانين من الشريعة. فالجماعة ردوا عليه، الأعضاء ردوا عليه كلهم وقالوا له هذه ما هيش حجة باش يعدل بها الدستور. هذا يبي يفتح باب الدستور، لأن قد يكون في حاجات أخرى ما يبيش يشير لها. وانا احنا متاكدين من ان عقيله، وعارفين ان عقيله شنو اللي بيعدلها، احنا ما لنا شغل بها على هذه الدرجه. لكن احنا متمسكين في المجلس الاعلى للدوله، اعضاء مجلس الاعلى للدوله متمسكين بالدستور هذا كيف ما هو لعده اسباب. اول السبب الاول ان هذا الدستور اللي كتبته لجنه منتخبه من الشعب الليبي من ثلاثه اقاليم، وهذه اللجنه منتخبة بالكامل، وهذه اللجنة صدقت عليه بتقريبا بجميع 43 عضو من أعضائها. يعني معنى هذا أن هذا صادر من ناس منتخبين، هذه رقم واحد. رقم اثنين، أن هذا الدستور لا يعدل إلا بعد أن يدخل
لا إلا بعد يدخل حيز التنفيذ ولمدة 5 سنوات، وهذه طريقة معروفة مألوفة في الفقه الدستوري وفي القوانين في الدساتير. لأنك أنت لما تدير لجنة منتخبة ما تقربش حتى نين تحطها في العمل 5 سنوات مش تأكد منه. طيب النقطة الثالثة، طيب ما عدالش إلا وفقا للإجراءات القانونية اللي منصوص عليها في الدستور. أعود إليك أستاذ أعود إليك سيد سليمان، المشري قال أن عقيلة فعلا يبي تعديل الدستور، فقلنا نحن هذا يبي فتح ثغرة في الدستور. طيب. ولكن احنا نرفض هذه الثغرة. اعود اليك سيد سليمان، اعود اليك سيد سليمان على مدى اعود اليك واستاذنك استاذ السيد صلاح واستاذن المشاهدين الكرام في الخروج الى فاصل قصير، نواصل بعده نقاشنا، فابقوا قريبين منا. أيها الشعب الليبي العظيم، في هذه اللحظات التاريخية المصيرية التي يختلط فيها الشك مع الأمل وتتصارع فيها الحرية والديمقراطية مع الفوضى والعبث، فإن أمال السلام والأمن والاستقرار بدأت تلوح في الأفق رغم المحاولات اليائسة للحفاظ على الوضع الراهن الكئيب. إخوتي وأخواتي المواطنين والمواطنات، تقف بلادنا اليوم على مفترق طريقين لا ثالث لهما، هما طريق الحرية والاستقلال والسلام والتقدم، وطريق التوتر والصراعات والعبث والفساد. وعليكم أنتم وحدكم بعد التجارب المريرة اختيار الطريق، فبعد سنوات ليست قليلة عانيتم فيها ما عانيتم من مشاق ومتاعب وكروب، ها قد فتحت أمامكم أبواب الأمل، فإنني أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية ليس طلبا للسلطة أو بحثا عن مكانة، بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية نحو العزة والتقدم والازدهار. وبناء عليه فإنني أعدكم طوال رحلتي معكم أن أصطف إلى جانبكم مدافعا عن ثوابتنا الوطنية الراسخة وفي مقدمتها وعلى رأسها وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها، أن نتولى الرئاسة، وإذا قدر لنا أن نتولى الرئاسة بإرادتكم الحرة فإن عقلنا مليء بأفكار لا تنضب، ولنا أعوان من رجال الوطن ونسائه قادرين على إنجاز ما يستجيب لأحلامكم في تحقيق النهضة والتقدم، فأنتم خير من يعلم حجم ما في بلادنا من خيرات ومقدار ما فيها من نعم وما تحتوي عليه من كنوز، فإذا وضعت في أيدي أمينة أحسنت إدارتها وتوجيهها فإن مستقبل شعبنا وبلادنا بعون الله لن يكون محل شك. أيها الشعب الليبي العظيم، أدعوكم في هذه اللحظة التاريخية إلى ممارسة دوركم بأعلى درجات الوعي والمسؤولية وتوجيه أصواتكم حيث يجب أن تكون، لنبدأ معا رحلة المصالحة والسلام والبناء والاستقرار، فمن المؤكد أن دوركم لن ينتهي مع غلق صناديق الاقتراع، بل سيبدأ مع رحلتنا المشتركة لبناء ليبيا الحرة المستقلة المزدهرة. مرحبا بكم من جديد. أعود إليك سيد سليمان، بس يعني في سؤالي لك يعني بعد هذا الفاصل، إذا كان عقيلة
يرفض ترشح دبيبة كما قال المشري بصفته رئيس وزراء، لماذا قبل المشري لقاء عقيلة صالح وهو أيضا متوقف على العمل كرئيس لمجلس النواب بسبب ترشحه للرئاسة كذلك؟ والله هذه حاجة أنا ما عنديش منها علم، أتحدثش عليها المشري ليش وكيف، لكن المشري كان هدف متاعه الأول هو إقناع عقيلة بأن ضروري يتم الانتخابات على مسودة الدستور. أولا لابد من إقرار مسودة الدستور أولا وبعدين نذهب إلى الانتخابات، هذا كان الهدف الأساسي متاع المشري. لكن ما في رأس المشري ولا ما في صدره، أنا ما روحاش من طيب. ما قالش، لكن هذا الكلام اللي طلع منه في الجلسة وهذا طيب. بحضور الجميع هذا طيب. بحضور الجميع. المشري يبي الدستور ويرى في أن الحل الأفضل في الدستور، ولما نقر الشعب الليبي هذا الدستور نتخلصوا من جميع المشاكل طيب. لأن اللي يجيب الشعب الليبي أو يصوت فيه الشعب الليبي أو يقبل الشعب الليبي رئاس هو تاج روس باحترام لإرادة الشعب الليبي طيب. هذا الموجود طيب. لكن كونه يخفي حاجات أو أنا ما نقدرش نحارك نجاوبك نقول لك ليش هذه ولا ما هذه، لأن هذه حاجات ما حكانش اللي حكاها اللي أنا قلت لك بكل أمانة. طيب سيد سليمان، سيد صلاح يعني على ما ذكر الآن سيد سليمان أن المشري يبدو أنه حكى أشياء وأخفى أشياء على المجلس الأعلى للدولة، وبالتالي سيد سليمان حكى الواقع وحكى ما الذي حصل، ويبدو أن المشري أخفى كثير من الأشياء، من ضمنها أن هذا اللقاء حضره بالقاسم بن مجرم الحرب حفتر، وأنه بالفعل كانت النوايا على حسب التسريبات كانت هو مناقشة إسقاط حكومة دبيبة. لماذا يخفي ويظهر ما يريد؟ شوف، أولا أنا لا يمكنني أن أشكك في حقيقة ما تفضل به عضو المحترم سليمان زوبي. نعم. فهو حكى لنا اللي صار. نعم. اللي انقال. نعم. شنو صار غادي يختلف حسب المصادر الأخرى شنو صار فعلا. ثانيا يعني القول بأن المشري يريد دستور باهي، ولماذا لم يصر على المشري على الدستور عندما ذهب إلى بوزنيقة وكان الحديث مركز على تقاسم المناصب السيادية فقط؟ يعني لماذا لم يستطع مجلس النواب ومجلس الدولة الحديث عن الدستور في الأربع سنوات ونص اللي فاتن؟ لماذا لم يستطع مجلس النواب ومجلس الدولة المشري وعقيلة أن يصلا إلى اتفاق على قاعدة دستورية وقانون انتخابات السنة اللي فاتت، ووصلنا إلى أن عقيلة دار قانون بروح حتى ما عرضاش حتى على مجلس النواب؟ يعني ما الذي جد الآن في هذه العلاقة المتأزمة على مدى سنوات منذ 2014؟ ما الذي جد الذي يجعل الليبيون يطمئنون أن والله المشري ماشي مسكين مصر على الدستور، وإن عقيلة بيجمع مع المشري ويناقشون الدستور وبيطلعون بدستور تو؟ يعني شو اللي جد؟ ما هو هذه الليبيين اللي مش فاهمينها. طب يطلع المشري وأنا والله مؤمن بالدستور وماشي انطلاقه في المغرب بتكلموا على الدستور. ما هو كان عند ما هو عندكم الدستور مسودة الدستور من 4 سنوات. ما قدرتوش تتفقوا على قاعدة دستورية السنة اللي فاتت ووصلنا إلى إلغاء الانتخابات بسبب القوانين الأحادية اللي طلعها عقيلة. السؤال أيضا لماذا لا يقوم مجلس الدولة ومجلس النواب لإثبات مصداقيته بالتوافق على لجنة من الخبراء لدراسة الدستور ووضعه على استفتاء، بينما يتفق المجلسان على قانون ويجروا انتخابات نيابية الآن؟ ليش ما يمشنش فيه؟ ليش نجمعوا ونقعدوا نراجعوا في سيادة المشري وسيادة عقيلة نين يتفقوا على الدستور ويديروا لنا استفتاء وبعدين كانوا صار منا هذا الكلام؟ هذا
بعدين يديروا كم انتخابات. هذه هي اللعبة، لأن عارفين أن هذا الاتفاق لن يحدث بين عقيلة والمشري، ولذلك يوصل لشهر ستة وبعدين يقول لك لا توا الحكومة. طيب. وهذا الذي يريده المشري، يريد تقاسم الحكومة مع عقيلة والجماعة الآخرين. نعم. طيب انضم إلي الآن عبر الهاتف السيد الأستاذ عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة، ورحب بك سيد عادل. لعلك تابعت يعني بعضا من هذا اللقاء. ما الذي حدث في بوزنيقة سيد عادل؟ يعني الآن سيد سليمان أخبرنا عما يعني أفادهم به سيد خالد المشري، لكن يبدو أن هناك خفايا لم يخبرهم بها ولا علم لسيد سليمان بها. من ذلك ما على حسب التسريبات الصحفية أن اللقاء حضره بالقاسم حفتر، وأيضا لقاء كان الغرض منه هو الإطاحة بحكومة دبيبة. يعني ما الذي حصل بالضبط سيد عادل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لك دكتور فادي وللإخوة المشاهدين ولضيوف الكرام. مرحبا بك. طبعا هذا اللقاء هو لقاء غير رسمي بين السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة والسيد عقيلة صالح، ليس بصفته رئيس مجلس النواب لأنه ليس له هذه الصفة الآن. ولكن هذا الحضور باعتبار أن السيد عقيلة صالح هو شخصية فعلا مؤثرة في مجلس النواب ويملك القرار في مجلس النواب كما ذكر الأستاذ صلاح يعني. لكن أنا ما أود الإشارة عليه أن طالما هو لقاء غير رسمي ولا ينتج أي أثر سواء بالنسبة لمجلس أعلى الدولة أو بالنسبة لمجلس النواب، فبالتالي أعطاه هذا الحجم الكبير من التحليلات ومن الافتراضات التي كثيرا في كثير من الأحيان تسيء إلى مجلس الدولة. مواقف مجلس أعلى للدولة ثابتة ولم تتغير لا بحضور المشري وتوافقه مع عقيلة صالح سواء في لقاء رسمي أو غير رسمي. موقفنا ثابت من الاستفتاء على الدستور. هناك عدة محطات كثيرة يعني يشمل فيها مجلس أعلى للدولة مع موقف مجلس النواب. للأسف مجلس النواب هو من كان معرقل بكثير من تلك المحطات. في البداية موقف مجلس الأعلى للدولة معلن أن الاستفتاء على الدستور ولا يمكن إجراء الانتخابات إلا عن طريق هذا الدستور الذي انقضاه كل الليبيين، ولا معقب على إرادة الشعب الليبي إلا من خلال الاستفتاء بنعم أو لا على هذا الدستور. تعطل هذا الاستحقاق وعرقل بتدخلات محلية وتدخلات خارجية وصلنا إلى توافقات في الغردقة. هذه التوافقات بين مجلس أعلى الدولة ومجلس النواب خلال لجنتين، للأسف مجلس الدولة التزم بذلك، مجلس النواب خرج عقيلة وقال أن هذا الدستور لا يصلح للليبيين. لكن هذا الأمر موثق ومعتمد من البعثة. حتى هذه اللحظة مجلس أعلى الدولة لديه موقف ثابت. عندما صدرت القوانين الانتخابية أيضا اعترضنا على ذلك وقلنا أن هذه القوانين لم تصل بنا إلى هذا الاستحقاق. وبالتالي ما يقال هنا وهناك ويشمل مجلس أعلى الدولة هذا كلام لا أساس له. طيب سيد عادل عدا عن مقاطعة، يعني في ظل هذه المعطيات التي ذكرتها والإخفاقات مع مجلس الأعلى للدولة، لماذا إذن هذه الاجتماعات سواء رسمية ولا غير رسمية؟ يعني هل سيجد جديد مع هذه اللقاءات؟ دعنا نقول بأنها لقاءات غير رسمية، هل باعتقادك بأنه سيجد جديد ونحن نعرف ما المعطيات التي ذكرتها قبل قليل و يعني الإعاقات التي يعملها مجلس الأعلى المجلس النواب للتصويت على الدستور، يعني ما الذي سيجد في هذه اللقاءات سواء قلنا رسمية أو غير رسمية؟ سيد كريم، عندما يطلب لقاء من جسم مثلا رئيس مجلس الدولة في لقاء غير رسمي مع شخصية أخرى فاعلة وناقدة فعلا، الكل يعلم أن السيد عقيلة صالح متحكم ومسيطر على مجلس النواب من خلال قلة ويصدر في كما أشار الأستاذ صلاح أن قوانين الانتخابات صدرت في مربوعة عقيلة، هذا أمر لا يمكن تجاهله. فبالتالي التواصل مع هذه الشخصية لا يعني مثلا الانحراف بالقضية أو التنازع عن الثوابت، بالعكس ما سمعناه من السيد رئيس مجلس أعلى للدولة أن هناك أشياء إيجابية في هذا اللقاء فيما يتعلق بالمسار الدستوري يمكن الاعتماد عليها،
يعني هل نسد هذا الباب ونقول لا سيد عقيلة صالح لا يمكن التحاور معه والتشاور معه رغم أنه شخصية لها حضورها المحلي والدولي؟ يعني الأمور بالذات عندما يصدر هذا الأمر من شخص متابع سياسي أمر غير مقبول. في العالم كله تحدث هذه اللقاءات وهذه التشاورات. السيد رئيس مجلس الدولة قبل هذا اللقاء صرح في جلسة رسمية للمجلس وأعلنها وهو معلن للإعلام، قال لو أن لقاءاتنا مع مجلس النواب كانت 100 لقاء وهذه 100 لم تنتج شيء ودعينا للقاء 101 لأنه طرف شريك وفعلا له تأثيره كنا سنحضر هذا اللقاء. طيب. يعني الزخم هذا الإعلامي والدوشة الإعلامية الكبيرة على شخص المشري هذا ربما يعود لأمور شخصية على أمر آخر، لكن موقف مستعمل الدولة الـ نعم تفضل سيد عادل تفضل نحن في الاستماع. نعم موقف مجلس أعلى للدولة ثابت ولم يتغير موقفنا من المسار الدستوري أن هذا المشروع الدستور هو الآن ملك للشعب الليبي، لا يملك أحد إعادته أو إعادة تعديل إلا من خلال الاستفتاء عليه بنعم ولا إذا قرر طيب. بنعم انتهت المشكلة. مسألة تعديل الحكومة وتغييرها هذا لم يتطرق إليه السيد رئيس المجلس وربما في الكواليس الله أعلم لا نعلم، لكن موقفنا ثابت من خلال تنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدت. نحن نرى أغلب الأعضاء في هذا المجلس أن هذه الحكومة مستمرة في أعمالها إلى أن تنتهي مدتها وفقا لخارطة الطريق، وبالتالي جميع الأمور الأخرى والتكهنات لا محل لها في موقفنا الثابت والرسمي. يعني يختم معك بهذا السؤال سيد عادل، يعني هل بالفعل كان بالقاسم حفتر حاضرا لهذا اللقاء؟ لم أكن حاضرا معهم، لكن لم يرد في هذا اللقاء الرسمي غير معلن غير منقول. لا أعتقد أن السيد رئيس مجلس الدولة سيلتقي بهذه الشخصية في من خلال هذا اللقاء. أنا لا أعتقد، ربما هناك أمور سرية لا يمكن الإفصاح عنها الآن، هذا أمر يقدره رئيس المجلس وهو معني بهذا الأمر وله الصلاحيات في اتخاذ إجراء من وراء هذه الزيارات، ما هو معلن وما هو رسمي وما هو غير معلن. شكرا أستاذ عادل الكرموس عضو المجلس الأعلى للدولة، كنت معي ضيفا عبر الهاتف، أشكرك على هذه المداخلة. سيد سليمان، هي صياغة الدستور أجرت اجتماعات مع مجلسي الدولة و النواب، هل هناك خطوات جدية في التوجه للاستفتاء على الدستور برأيك؟ والله هو اللي كانوا معطلين زي ما قال لك السيد عادل، كانوا معطل العملية هذه كلها، كان معطلها مجلس النواب. فإذا كان مجلس النواب يعني اتفقنا احنا وياه على هذا، ما فيش أي حاجة معوقة تعوق في هذا الأمر. ما فيش اي شيء يعيق هذا الامر، ونحن مصرين عليه ومتمسكين به، وماناش مصرين به لذات الدستور، لان هذا الدستور اللي مكتوب الان، هذا الدستور فيه خلاص ليبيا، وفيه امكانيه ان تكون ليبيا دوله ديمقراطيه، تداول سلمي للسلطه، دوله يعني من دول العالم الحديث، دوله وممكن فيها خاصه الاقتصاد، ممكن فيها وفيها حقوق، يعني في حقوق للشعب الليبي لا لم ترد في 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 كثير من الدساتير. الحقيقه نحن مصرين على هذا الدستور، مصرين ومصرين، وجماعه المجلس الاعلى اعضاء المجلس الاعلى للدوله يعني بنسبه الاغلبيه نتاعهم كلها مصره على الدستور، ونحن مستعدين على مصرين على هذا على هذا الاستحقاق الدستوري. نعم طيب. وبعدين هذا الاستحقاق الدستوري يميز بعدين ويوريك من اللي حق الانتخاب وما اللي يرشح وما اللي ما يترشح، شنو الشروط هذا شنو الشروط هذا وشنو النتائج في النهايه. طيب نحن علشان هذا على عشان هذه النقاط نحن ويبين كيف تسير الدوله وتنتقل الى الافضل ان شاء الله. طيب سيد صالح، تعليقاتك على ما ذكره السيد عادل الكرموس قبل قليل. نعم شوف، وقصة في العالم كله تحدث هذه اللقاءات، تحدث هذه اللقاءات، ولكن لا تحدث إلى الأبد. يجب أن تأتي نقطة في التايم لاين في الوقت هذا وتعترف بأن يجب أن يكون هناك تحول محوري في المسار،
يعني عندما تنبراجوا مجلس الدولة ومجلس النواب أن يتفقوا على الدستور نعدمته، وانتم قاعدين في المشهد من 2014 من 2015 من الاتفاق السياسي، يعني 7 سنوات ما اتفقتوا على شيء، مجلس النواب ومجلس الدولة لم يتفقا على شيء، وتلاقوا في قريب 12 دولة وما صار شيء، ومجلس الدولة برئيسه السابق ورئيسه الحالي تلاقوا مع عقيلة صالح في عدة دول، في مالطا وفي القاهرة وفي أبو ظبي، وتلاقوا في الكونغو، وتلاقوا في لاهاي، وتلاقوا في روما، وتلاقوا في باريس. بين عندنا الراجو سي سليمان. وبعدين قصة نحن ملتزم، السيد علي الكرموز، نحن ملتزمون بخارطة طريق. خارطة طريق تقول لك دير انتخابات. قام عدلوا القوانين اللي طلعها عقيلة والقاعدة الدستورية وديروا انتخابات. وخلوا مجلس النواب الجديد يطلع مجلس الدولة ويطلع مجلس النواب ويطلع عقيلة والمشري اللي الشخصيات اللي ما اتفقتش مع بعضها على مدى سنوات يطلعوا يعطوا فرصة لمجلس منتخب جديد. يعني هذا هو المنطق يقول، يعني نحن ما نحكوش تو علي والله ما اتفقوش في الست شهور اللي فاتت ولا السنة اللي فاتت ولا السنتين اللي فاتت، ما اتفقوش على مدى 7 سنوات. وهو قال لك مشينا، وعقيلة قال لا ضروري نغير الدستور وضروري مش عارف شنو، ضروري شنو رد المجلس الدولة. أنا في تصوري أن العمل الخطوة الضرورية الآن والمشرفة لكلا المجلسين هو أن يعترفا بأننا لم نصل إلى شيء، وأن التزامنا بالدستور التزام يعتمد على الظروف، لأن الاجتماعات السابقة بين مجلس الدولة ومجلس النواب كانت حول المناصب السيادية ولم تكن حول الدستور. لما تلاقت لجنة متاع مجلس النواب ومجلس الدولة في المغرب في بوزنيقة تكلموا على الدستور، ما تكلموش، نسوه بكر، تكلموا على المناصب السيادية وكيف يقسموها. تو بيجينا السيد عادل كرموز قلنا نحن ملتزمون ودائما مع الدستور. سأطيح سيد سمان الكلمة الأخيرة لك يعني حتى ننهي هذا اللقاء، تفضل. الحقيقة في الأستاذ المحاور هذا اللي يحاور فينا هذا شوية يعني عنده فرضيات وجدات وعنده تطاول يعني، وعنده شوية كلام حتى في إساءات المجلس الدولة. مجلس الدولة لم يستطيع أن يقوم بشيء في خلال الفترة، لأن الاتفاق السياسي سلب منا السلطات التشريعية وعطاها لمجلس النواب، وعطاها هو وضع استشاري. احنا هذا الوضع الاستشاري هو اللي اخر العمليه، اما نحن مصرين وسنبقى مصرين على استفتاء على الدستور، لان الدستور هو المفتاح. طيب. اللي نتوقع منه ان يصلح البلاد في مستقبل الايام. شكرا سيد سليمان زوبي عضو مجلس الدوله. اما كون في حياه وجدات ولا خشوش ولا طلوع هذا احنا ما. شكرا سيد سليمان عضو مجلس الدوله، كنت ضيفا معي عبر من استوديوهاتنا في مصراتة. شكرا لك يا سيد صلاح محلل السياسي، كنت ضيفا هنا في الاستوديو. الشكر كذلك لكم ايها الافاضل على طيب متابعتكم، حتى نلتقيكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.